وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. يقول السائل: قطرة العين هل تفطر أم لا؟ محل خلاف بين العلماء بناء على العين، هل هي منفذ تنفذ إلى الجوف أو هي غير منفذ. فمنهم من يتسامح فيها ويقول لأن العين غير منفذ، ومنهم من يقول إنها منفذ بدليل إنه إذا وضع في عينه قطورا أو شيئا يجد طعمه في حلقه، هذا دليل على أنها منفذ، وبناء على ذلك فإنها تفطر. فالأمر فيه خلاف بين الفقهاء، وعلى المسلم أن يتجنب ما فيه خلاف ويخرج إلى الاحتياط. والقطرة ليست ضرورية، فإن كانت ضرورية لا بد منها في النهار يأخذها، ولكن يحرص على ألا تتسرب إلى جوفه، فإذا وجد طعمها في حلقه لفظها ومنع استمرارها إلى الجوف عند الضرورة. أما إذا لم يكن عنده ضرورة فيؤجلها إلى الليل. نعم.